السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. أمس توفات الأم ديال رضا والشنوية، عزاء قانتي لهذا السيد اللي أكل له كل تقدير واحترام. أنا صراحة ما كنعرفوش، ولكن كنشوفه وتعرفت عليه في القناة ديالو. رجل خير اللي تيهمني هو التواصل ما بينه وبين الناس في القناة. سيد نظيف محترم، تيحترم المتتبعين ديالو، حنون طيب، عنده قصة مع الأهل الأصليين ديالو اللي هو الأب ديالو. تعرفنا على الموضوع اللي كان بينه وبين بواه، ورغم ذلك كان يجاوب بواه بواحد الاحترام بما يرضي الله. وعنده قصة مع الشينوية، لأنه هو معروف برضا والشينوية اللي رباته وضمته لوليداتها وزرعت فيه الحب ما بينها وبين دراري ولادها، وجعلته هو الولد الثاني. ومؤخرا طلع لنا رضا كيعرفنا بالأم ديالو، تعرف عليها وتسامح معها وشرحت ليه الموضوع اللي كان عايش في واحد الخيال ومصدقه، ولا ربما شبه مصدقه، على أساس أن أمه هي اللي ظلمته وهي اللي لاحته. بعد ما شرحت ليه وطردت النفوس، وطبعا وبالوالدين إحسانا، هاد السيد بعد ما تكلمت معهم وقالت له غادي نجي نشوفك، كانت الفرحة كتنقز من عينيه. ما خلاش نشرى ليها، ما خلى باش غيعبر هذيك 30 سنة اللي ما شافهاش، ما خلاش نو حكى وشنو خطط وشنو تخايل. وطبعا وبلا شك انه كان كيفكر في يوم اللقاء، كيفاش غيبوسها، كيفاش غيعنقها، كيفاش لا يحرم شي واحد من امه، ولا لا يحرم شي واحد انه ما يشوفش او ما يعرفش قصة ديالو ويشوف العائلة ديالو مدة طويلة، وهي المدة 30 سنة راه ماشي سهلة. الله يرحمها ويوسع عليها، والله يصبروا بزاف، الله يصبروا، والله يصبر حتى الشينوية، وعزائنا حتى الشينوية، لان هي جزء لا يتجزأ من رضا. وكنطلب من هاد الناس اللي كيدخلوا يبغيو يديروا يعني نقطة سوداء ما بين عائلات، سواء عائلات حقيقية او عائلات، وهي كلها عائلات حقيقية مدام الانسان عاش واحد المدة مع هاد الناس ورباته الشينوية وزرعت فيه حب الاخوة ما بيناتهم. الا وغادي يتخاصموا واحد النهار وغادي يتناقشوا وغادي يغلطوا في بعضياتهم، هذه هي الحياة، صرن في الكرش وكتخاصم. المشكل في هاد الناس اللي كيدخلوا كيضخموا المواضيع وكيبقاو يلوحوا من هنا ويجيبوا لهنا، وكيقدروا يتكلموا بلسان واحد مع هذا ومع هذا باش يتفرجوا هاد الناس مراد نفسيين. هاد الناس ما خصكمش تصنطوا لهم، لا عيشة ولا رانيا ولا شينوية ولا عبد الحق ولا حتى شي واحد. تفكروا في يوم من الايام نتوما كنتوا ناعسين ورضا غطاكم، او رضا كان ناعس وانتوما غطيتوه. فكروا في هذاك اليوم الزوين، فكروا في هذاك اليوم اللي كان واحد فيكم جاع والاخر طعمه، والعكس صحيح. فكروا في المحبه اللي مزروعه بيناتكم، في كلمه خويا اللي ما كتخرج من لسانكم في السراء والضراء. اما باش تستسلموا للناس اللي غادي يدخلوا ما بيناتكم، سواء كنتوا نتوما غلطين ولا هو غلط، والحياه هي هذه. الانسان لو كيغلط كتقدر تغلط في والديك وتقدر تغلط في خوتك، ولكن شنو اللي يغفر لك واللي يشفع لك في ذاك الغلط؟ هو التسامح، هو القلب الزوين، هو عدو بالله مش الرجيم، هو انك توقف هذاك المجرم الخفي اللي عنده الحقد اللي يدخل ما بيناتكم. دابا هذه الموت ما تبقاش تردوا على هذوك الناس، لانهم هما عاشوا قبل من هذا الحدث ديال الموت، وهما يفتنوا فيكم، لانه يوم اللي عرفوكم محبين ومصالحين وصافيين، وباقين عايشين فيكم مع الحدث ديال الموت باش تعرفوا انهم ناس خايبين، ناس مكروهين. هادشي ما كيوقعش غير مع رضا ومع الشينوية ولادها، هادشي راه واقع مع بزاف ديال العائلات.
هادشي راه واقع حتى مع الناس اللي كتدخلوهم لديوركم وتلقاوكم هانيين حاطين طبسيل ديال الشلاضه واكلينه وضاحكين عليه وماسحين فمكم وخارجين مصبنين وصالحين وخارجين كدورو في الزنقه وتيقولوا هادو الا شتيهم في الزنقه تقولش عيشتهم كي دايره لداخل، عايشين بالبساطه وصابرين بما قسم الله عليهم. انا يعني شرحت لكم على اساس ان الانسان يقدر يكون عايش في دارو بابسط الاشياء، ومني كيدخل عندك وكيعرف الحقيقه انك انت صابر وجالس كيبقى يحفر علاش علاش فلان داير وعلاش فلان دارت وجالس وكيبقى يحلل لك الكلمه، ولا قلتي شي غلطتي في شي كلمه ورجعتيها ضحك لانكم متسانسين تغطيو الحاجه الخايبه بالضحك وبالمحبه وتغمضوا عينيكم، لان كيقول لك اللي يحب الله ما كيتعامى كيبغيوهاش هما عندكم، كيقول لك لا خصني نفتن ما بيناتهم خصني نحلهم عينيهم، لا اختي انا شفت هادي كي دارت اختي وانا شفت هذا كي دار وانا وهذا شنو قالت وهذا يعني هذه هي اللي قالت، كيحللو كيعرفوا يحللو غير عند الناس وكيعرفوش يحللو في ديورهم لان ما عندهمش هذاك الحب في ديورهم لانه ما عايشينوش لانه محرومين منه ما كيعرفوش هذيك اللذة ديال المحبة، هذاك علاش كيدخلوا بداك الخيط ماشي غير كحل كحل من الكحل، يقدروا يدخلوا عندكم يلقاو مرت خوكم زوينه معكم ومزيانه معكم وكتحبكم وحده منكم وانتم وكذلك كتلبسوا مع بعضياتكم كتضحكوا مع بعضياتكم كتمشيو الحمام مع بعضياتكم كتمشيو للعراس والافراح والاقراح مع بعضياتكم، لكن هما ما كيعجبهمش الحال كيخصهم يدخلوا ويوريكم ان مرت خوكم خايبه راه غير جالسه وكدير وكتقول. صحيح ان الانسان ملي كيتلم راه كدوز شي حاجه اللي كتقرصو في قلبه، لكن الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي ديك اللمه كيخلي الشيطان يدوز بيناتكم حتى كيجيكم الشيطان في صفة انسان، نتوما اللي كتدخلوه لديوركم ونتوما اللي كتوريوه شنو يدير لكم، لان الناس اللي مجموعه على المحبه ما خصهاش تعرف هذيك المحبه علاش مبنيه وشنو الاسس اللي ماشي عليها. هاد اليوتيوب اللي خرج دابا ولا كيدخل الديور كيدخل الطواليطات يدخل المطابخ كيدخل بيوت الناس، حنا اللي سمحنا ليه باش يدخل هكا باش يجينا العدو، قربنا العدو منين يدخل كيخلي كيفتك في الناس بحال شي مرض فتاك في الجسد. اتقوا الله الناس اللي كتدخلوا من الناس وكتبغوا تفرتكوهم، ما تهنيتو حتى تفرتكت هاد العائله، حتى ولاو كيتسابوا كيتعايروا كيوريو بعضياتهم الحقيقه ديال بعضياتهم وغير الحقيقه ديال بعضياتهم، كتخلي خليتوهم كيهضروا بلا ما فيهمش وكيقولوا كيبردوا على بعضياتهم، هذا جواب داكشي اللي قلتي، حرام عليكم. اتقوا الله يا عباد الله في خلق الله، راه هادشي خايب، راه نتوما اللي حييتوا الشيطان يجلس ما بيناتكم كثرتوا فيه النسل حتى ولا في كل دار شيطان. اتقوا الله وخليوا ديك السيده تموت وهي مرتاحه ومطمنه على ولدها كيف ما كانت كتشوف وكتسمع عليه، وخليوها ترتاح في قبرها، الله يرحمها ويوسع عليها ويسكنها فسيح الجنان ويجعل قبرها روض من رياض الجنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.